نهجو ترحاب وتحية صباحية لكل مستمعينا الأوفياء وخاصة اللي عاد التحقوا بنا اللحظة في برنامج لمولاتي. غادي نمشيو مباشرة الأولى فقرتنا شيوات لمولاتي، واليوم شاركة معنا ليلى أم ياسين. ألو ليلى. صباح الخير سناء. صباح النور، كي صبحتي؟ لاباس الحمد لله. كده أنت لاباس عليك؟ الحمد لله، نتمنى تكون على خير أنت وليداتك إن شاء الله والأسرة ديالك وارتاحيتي شوية. إيه الحمد لله. الصحة والراحة. الحمد لله يعطيك الصحة. تحية لك خالصة من القلب لكل الطاقم وجميع مستمعين ميد غاديو داخل وخارج الوطن. توحشكم وتوحش المستمعين بزاف بزاف. لا لا اختك، دابا لانه هاد الاسابيع ما دزتيش معنا ككل يوم اثنين في اعداد ادراج الوصفات، شي حاجه ناقصه، هادشي علاش اليوم انت معنا يعني في الشيوات. واكيد لانه تقريبا بشكل يومي كتبعتي لي في الواتساب يعني الجديد وداكشي اللي جربتي. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. بارك الله فيك. ففرصه اننا نعطيو للمستمعات حويجات اللي هما جربتيهم واللي عجبوك. اللي هما تيجي ولداد وصحيين في نفس الوقت. واخا غادي نبداو بالدجاج في الفران. هذا الطاجين ديال الدجاج، غادي الطاجين غنطيبوه في الفران. اييه غادي ناخذوا عندنا تقريبا الدجاج على حسب افراد الاسره. اييه فناخذوا الكوكوز تنديروا فيها الدجاج، اما الدجاجه الصينه ولا احسن نقطعوها. تنديروا عليها الماء وتنضيفوا ليها واحد البصله صغيره ولا كبيره نديروا عير النص. إيه. ونديروا ضامه البنه ونعمر عليها بالماء ونديروها تسلق واحد 10 دقائق. اييه من بعد تنصفيوها وتندوزو نوجدو الشرموله. غادي ناخذ القزبر والمعدن شويه شويه ونقردوه رقيق. ونديروا واحد 3 دريجه ديال الثومه محكوكين، قريصه ديال الملح وشويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم البلدي وعصير ديال نص حامضه وشويه ديال سكينجبير، ونديروا واحد المعلقه كبيره ديال مطيشه الحك. ولهاد الشرموله غنضيفوا لها كاس ديال الماء. هاد الطاجين غادي يطيب بلا زيت. ايه واخا. من بعد سناخذوا واحد جوج بصلات حتى ثلاثه وتنديروهم دوائر. وتنصفوهم في داك الطاجين. الا كانوا عندنا الوليدات وتيبغيو الخضره ممكن نديروا البطاطا حتى هي تنقطعوها دوائر. نديروها فوق داك البصله وتنخويو عليها شويه من داك الشرموله. ايه وتنضيفوا داك الدجاج من الفوق ونخويو داك الشرموله من الجناب ونديروا الزيتون والدوائر ديال الحامض وتنغطيو بالبابي الومنيوم بالورق الومنيوم وندخلوه الفران يطيب على خاطرو. حتى يطيب نحطو بيه. واخا هاد الدجاج قلتي لنا كيطيب بلا زيت، ما نديروش فيه الزيت ياك؟ وبالنسبه للماء يعني ما غنديروش داك الماء اللي سلقنا فيه الدجاج، يعني ما نضيفوه ما والو؟ لا 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 لا، هذيك البصله وفي عيد الدجاج صافي، يعني غير داك البصله وداك البطاطا اللي طلقات لنا الماء صافي. هذاك الشرموله راه كاس ديال الماء، فكاس الماء واخا ما سجلتهاش. اييه واخا كاس ديال الماء. صافي ملي غادي نصفو غنديرو داك الشرموله راه فيها الماء فيها اللقامه فيها الربيع فيها كلشي. غنديرو في الجناب غنديرو الزيتون وواحد الدوائر ديال الحامض مصير وتنغطيوه بالبابي الومنيوم. راه داك الدجاج والخضره كلشي غادي يطلق لينا الماء. اييه واخا غادي نخليوه حتى يطيب على خاطرو. غادي نزولو داك البابي الومنيوم وغنديرو غير معلقه حتى لجوج ديال الزيت البلديه من الفوق. ونخليه يتحمر لنا من الفوق. إيه. وبالصحة والراحة. يعطيك الصحة. سهل وخفيف. إيه خفيف وتيجي زوين ولذيذ.